الموضوع ما في زي ما بلا موضوع بلا شو بدك في روبر انت انت شو بدك فيه جود مورنينج مدام في توصيل محتاجيته بقدر اعمل لك اي شيء يا سخامي بين ما هذا بيحكيني شو هالفساكه هاي اللي غازل فيها عينك عينك اهلا وسهلا وميت مرحبا اشرقت ونورت اي خدمه بدك اياها ترى انا جاهز بحر الثاني كان بغازل فيه الا كل يا اخوي مش هذه الشركه اللي بيقولوا لها شو بيقولوا لها يا معزوزي قصدك شركه كليك مدام ايوه هي مزبوطه هي ايوه هي مزبوط بدك توصيلها لاي مكان انا جاهز قصدك اذا بدي اروح مطرح لا من هذا المطرح اللي بدور عليه واذا بدي اروح دخلك بلاكي تاكسي ياخذني من هنا انا عزة هذا انت الثاني ماستري سيح هذا الوجه انت وياه خلينا اشوف يا مدام طولي بالك بس طولي بالك مدام طب انا بوصلك